ولانه دايما او احنا فهمنا او اتعلمنا من خلال خبراتنا البسيطه او الكبيره في الحياه اننا لا نستطيع الاستغناء عن العلاقات، واللي بيقول لك عكس كده العلاقات الانسانيه بوجع عام، واللي بيقول لك عكس كده هو بيخفي مراره او وجع او ضيق من العلاقات او اتصدم في العلاقات. لكن اصلا الانسان كائن علاقاتي، فاحنا عايزين نعمل علاقات كويسه واحنا نتمنى نعمل ده. وبطبيعه الحال في سن معين الناس كلها بتدور على الارتباط بالشكل الطبيعي، ولانه عندنا اسئله كتيره بقى، طيب لو احنا عايزين نرتبط او بندور على ده لكن العلاقات بتلاقي طريقها للفشل بدري بدري، يعني قد ما اتكلمنا مرات كتير عن الطلاق المبكر لكن كمان اكتشفنا انه في مشكله في اليه اداره العلاقات حتى اللي بتؤدي للارتباط، والناس بتتفق على ايه اصلا. دي بقى اسئلتنا النهارده لدكتور تامر شلبي استشاري التنميه البشريه والعلاقات الاسريه. مساء الخير ومساء الخير. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ودكتوره رشا الجندي استشاري الصحه النفسيه، اهلا بيك يا دكتور. مساء الورد والفل والياسمين على حضرتك وعلى كل اللي بيشوفونا وبيسمعونا. ابتدي بقى عشان الورد والفل والياسمين دي هديكي واحد ورد كده دلوقتي. عندنا مشكله، كل علاقه تنتهي مبكرا. في الجملة المودة بتاعت أصلنا اكتشفت أنه توكسيك أو أنا كنت في علاقة توكسيك، الجمل النفسية اللي بقت على لسان الناس واللي بقينا بنوصم بيها طول الوقت التاني اللي مش موجود، إيه رأيك فيها؟ طيب أنا عايزة بس أبدأ الأول أقول هو إحنا أساسا بنرتبط ليه؟ يعني ليه الناس عايزة تتجوز أو عايزة يكون في حياتها حد؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في معنى الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن لتسكنوا إليها، مودة، رحمة، دي كلمات عميقة قوي ما بتتاخدش كده بسهولة. يبقى إذن الموضوع هي فعلا مش البداية، الراحة الأولى دي. أيوة الموضوع مش لتسكنوا إليها يعني سكن، لا. ولا الموضوع موضوع أني بلبس فستان فرح، ولا اصل صحابي كلهم اتجوزوا وانا اللي لسه، او ارتبطوا وانا اللي لسه مش مرتبطه، او علشان ان انت ترجع البيت تلاقي حد بيعمل لك اكل وشرب. لا، الموضوع اعمق من كده بكتير. طب هعرف ازاي ان البني ادم ده هيكون سكن وموده ورحمه، وبالنسبه كمان للراجل؟ لان احنا للاسف يعني ده الطبيعي في الحياه، ان انت ممكن تعاشري ناس سنين ولسه ما بتعرفيهمش، يقول لك عاشرت فلان ما عاشرتوش يبقى انت لسه ما بتعرفوش. لما احنا بنيجي في علم النفس نتجرد من كل حاجه ونيجي نبص من فوق كده بنلاقي الاسر مختلفه. يعني في اسر حدود علاقه البنت مع الولد اللي هيتقدم ليها عباره عن ان هم بيقعدوا مع بعض في وجود ثالث، اب، اخ، ام، ايا كان. وبتتدرج الحدود دي وفقا للاسر المختلفه لحد ما بنوصل لاسر متاحة عندها ما عندهاش قيود وما عندهاش حاجات. طيب أنا هعرف بقى إزاي يعني العشرة يعني اللي أنا عاشه يعني تقصدي يا دكتور الفترة اللي المفروض فيها أن أنا أعرف الشخص ده هقدر أسكن إليه وارتاح والفترة الخطوبة يعني بالظبط، معايير شكل الخطوبة مختلفة بالظبط هي سبب من أسباب أن إحنا ما بنعرفش نكمل؟ لا، هو هنا السبب الاختيار، انا بحدد سواء علاقتي بيه ضيقه ولا واسعه، بحدد هو ينفعني ولا لا بناء عن ايه؟ بناء عن حاجتين لازم يكونوا موجودين. لو حاجه فيهم رفضت بشكل صريح اذا العلاقه دي ما تنفعش، العلاقه دي ما تنفعش. القلب والعقل الاثنين مع بعض. هعرف القلب ازاي؟ هعرفه، طب ما هو حد هيقول لي طب انا يعني من الاسره مثلا العلاقه عاملينها لنا محدوده قوي. موضوع العقل القلب ده هو موضوع الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا عليه، اللي هو القبول اللي احنا بنقول عليه في وقتنا دلوقتي الشباب والبنات يقول لك ده في كيمياء. طب ما صدقيني بيبقى في قبول وبيبقى في عقل. هقول لحضرتك بس معايا برضو بس بالنقطه كده امشي معايا. هعرفها ازاي ان القلب ده موجود ولا لا؟ اولا هو شكله بالنسبه لي ما يكونش منفر. لما بسلم عليه لو هي حتى حدودنا السلام بالايد، انت بتحس احساس مختلف عن لما بتسلم على اختك، على امك، على زميلتك في الشغل. انسان اللي انت هترتبط بيها دي، لا شعورك حتى ناحيتها مختلف، بتحسي او البنت بتحسي والعصافير والبابلز والحاجات الحلوه اللي بتطلع موجود. تمام. طب العقل بيقول ايه؟ طيب. العقل بيقول ان لازم الرجل يبقى اعلى من الست او على نفس مستواها.
المادي والاجتماعي والفكري. يعني احنا لما بنشوف واحده بتاخد واحد اقل منها ماديا او اقل منها اجتماعيا، تاكدي ان العلاقه رايحه في طريق مش مظبوط. طيب اللي حضرتك بتقوليه، معلش اسمحي لي هكمل الحته دي، ويكونوا زي بعض برضو في حته المبادئ الاساسيه في الحياه. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك يعني لو هو عنده مبدا ان ما بيمدش ايده على حاجه حرام، هي لازم يكون عندها نفس المبدا. لو هو عنده مبدا ان امه او ابوه بيكرمهم بدون شروط، هي كمان لازم يكون عندها نفس المبدا، علشان لو هي مش عندها نفس المبدا ففي اول خلاف بعد كده مع امه وابوه هتقول روح ارفع قضيه مثلا عليهم وهكذا. عارفه ليه انا بقاطعك كتير؟ عارفه ليه انا شريره وبقاطعك كتير؟ مش قصدي، انت كلامك جميل يا دكتور.